السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج تواصل دوت كوم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي. قبل الدخول في التفاصيل، نود التنويه مشاهدينا الكرام إلى أن تردد قناة الرافدين الجديد هو 10727 على مدار القمر نايلسات. لذا يرجى منكم مشاهدينا الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد لمتابعتنا في كل جديدنا. نبدأ من المقاطع المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لدينا في خبرنا الأول انتشار لميليشيا العصائب التابعة لقيس الخزعلي في عدد من مناطق بغداد، حيث لوحت هذه الميليشيات بالتصعيد ردا على اعتقال أحد عناصرها. فلنشاهد. نحن عصائب أهل الحق، سلاحنا الذي قاتلنا به المحتل لا زال فعالا على عملاء أمريكا، والمساس بأي مجاهد يعني المساس بنا. نقول لسماحة الأمين قيس الخزعلي نحن رهن الإشارة، هد بينا يا قيس رجالك، 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 هد بينا يا قيس. نبقى في هذا الإطار، حيث انتشرت عجلات عسكرية تابعة لميليشيا العصائب في شوارع العاصمة بغداد تهديدا لرئيس الحكومة مصطفى الكاظمي وأجهزته الأمنية في حال لم تطلق سراح أحد عناصرها المعتقل بسبب إطلاقه الصواريخ على المنطقة الخضراء. فلنشاهد. مشاهدينا الكرام، تفاعل ناشطون ومغردون عراقيون على موقع تويتر مع وسم أنه إرهاب العصائب. ميليشيا العصائب التابعة لقيس الخزعلي هددت مصطفى الكاظمي وحكومته إثر اعتقال أحد عناصرها المتهمين في إطلاق الصواريخ على المنطقة الخضراء، وراح ضحيتها مدنيون وتسببت بأضرار مادية. دعونا نتابع جزءا من الوسوم التي أو التغريدات التي وردت حول هذا الوسم. مرتضى كريم يقول: الميليشيات الفاسدة التي طالما ادعت أنها من القانون اليوم تهدد الدولة وأمنها بسبب اعتقال شخص منتم لهم بتهم جنائية. في تغريدة من روان تقول: لا يوجد أي احتلال، فأنتم احتللتم البلاد بقتلكم لنا كما فعل المغول، فأنتم قوم متخلفون تستخدمون القتل والتهديد والخرابة وسيلة للحصول على مصالحكم. تغريدة من الشاعر مصطفى المسعودي يقول: مهزلة كبيرة بحق الحكومة العراقية وانتهاك علني لهيبة الدولة. وفي آخر التغريدات من تبارك تقول: الميليشيات والأحزاب السياسية هي المسؤولة عن أغلب حالات الجرائم التي تحدث في العراق، والدولة رغم علمها بذلك إلا أنها لم تحاسبهم إلى الآن. العراق إلى أين؟ تسأل. نظم متظاهرون في محافظة بابل وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين ومحاسبة قتلة المتظاهرين. دعونا نشاهد هذا المقطع. نفديك يا عراق، بالروح بالدم 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 نفديك يا عراق. تفاعل الناشطون ومغردون على موقع تويتر في العراق على وسم الحرية لمعتقلي المظاهرات بسبب الاعتقالات المستمرة ضد الناشطين والمتظاهرين في العراق وكل من يقول كلمة الحق في وجه الحكومة وأحزابها الفاسدة، حيث طالب المغردون الإسراع بإطلاق سراح معتقلي التظاهرات ورفضهم كذلك لسياسة تكميم الأفواه. في التغريدات التي وردت حول هذا الموضوع، بان تقول:
نخرج للمطالبة بوطن يتم اعتقالنا، هل هكذا يكون مصير كل من يطالب بالحرية يعتقل ويغيب؟ تغريدة من دكتورة زهراء تقول: تطالب طالب بوطن يختطفوك أو يعتقلوك، تطالب بحريتك يسلبوك ما تبقى منها، تطالب بحقك يعذبوك. نعم، أنتم في بلد تكالبت عليه الميليشيات والأحزاب. تغريدة من هدى تقول: ثوارنا مختطفين ومعتقلين، ثوارنا معذبين مقيدين، لم يطالبوا إلا وطن أمين، لم يطالبوا إلا بحق من حقوق أبناء البلد العظيم. ولدينا في تغريدة أخيرة في هذا الموضوع حسين المياح يقول: لأنك لم تخضع لسلطة سلاحهم ولم ترضى أن تكون تابعا لهم، عندما تطالب بحقك وحقوق الآخرين تلقى التهديد والخطف والاعتقال. يستمر غلق شركتي توزيع المنتجات النفطية وتعبئة الغاز السائل في محافظة البصرة من قبل المتظاهرين احتجاجا على عدم توفير فرص عمل لهم، حيث قالت مصادر صحفية إن المتظاهرين وأغلبهم من حاملة الشهادات الجامعية والمعاهد أغلقوا مبنى شركة توزيع المشتقات النفطية ومبنى شركة تعبئة الغاز السائل احتجاجا على عدم تلبية مطالبهم بتوفير فرص عمل لهم في المنشآت النفطية. فلنشاهد. تاريخ 27/12/2020 مهندسو البصرة قمنا بغلق شركة التوزيع لمنتجات النفطية ومنع الموظفين من الدخول من كافة الأبواب، وذلك ردا منا على المماطلة والتسويف في مطالبنا المشروعة لاهية والتعيين، ونحن أحق من غيرنا من باقي المحافظات في هذا المطلب. ورد التعليقات حول هذا المقطع، دعونا نقرأ لحضراتكم جزءا مما ورد من تعليقات على فيسبوك. أبو صابرين الوائلي يقول: الله ينصركم على الظالمين. تعليق من وسن تقول: من قال العز بالحياة؟ نحن عزنا إثبات حقوقنا، التعيين حقي. سارة تقول: مصير مجهول لمن تعب وضاق مرارة الاعتصام، اعتصامات مهندسي البصرة، طبعا هي ذاقة وليس ضاقة، ذاق مرارة الاعتصام، اعتصامات مهندسي البصرة يناشدون من أجل إنصافهم واسترداد حقوقهم المشروعة، مطلبنا إدراجنا ضمن موازنة 2021. في تعليق آخر لدينا أمنية تقول: نحن مهندسي البصرة المعتصمين منذ أكثر من 125 يوما أمام نفط البصرة وشركة مصافي الجنوب للمطالبة بأبسط حقوقنا وهي التعيين. شهادتنا الهندسية تدفن في أغنى محافظة نفطية، نالت الأمراض والأوبئة والسرطانات منا ولم ننل أبسط حقوقنا كمهندسين. كانت هذه مشاهدينا الكرام جزءا من التعليقات التي وردت حول هذا الموضوع. في خبر آخر، انفجر أنبوب لماء الإسالة في منطقة الأصمعي بمحافظة البصرة. هذا الانفجار أدى إلى غرق الشارع الرئيس للمنطقة دون حلول من الجهات المختصة، ما يعكس حجم الفساد والإهمال وانهيار البنية التحتية في البصرة والعراق بشكل عام. دعونا نشاهد. نافورة بنص الشارع، هذا بايب مال مي إسالة، مي شرب مثل ما نقول، أو مي الحنفيات اللي تخص المواطن، مكسور ومفيض الشارع كله، وماكو أي رقابة. وين دائرة الماء؟ وين دائرة المجاري؟ محافظة. هناك تعليقات مشاهدين الكرام وردت حول هذا المقطع في فيسبوك، دعونا نقرأ لحضراتكم جزءا مما ورد. أحمد محمد يقول: بلاد العجائب تبا للفاسدين. أبو محمد الزوبعي يقول: هذه شقد كلفت بلدية البصرة. وعمر محسن يقول: مدري نضحك مدري نبكي. في آخر التعليقات مشاهدين الكرام، أنور البدر يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل على كل من ساهم بدمار المنطقة.
مشاهدينا الكرام، كانت هذه ما لدينا في من تعليقات في هذه الفقرة في هذا المقطع، نراكم بعد قليل. الآن مع خدمة أو فقرة أنت ترى. أنت ترى هي خدمة تقدمها قناة رافدين للمشاهدين الكرام عبر أرقام مخصصة لذلك. وردنا عبر هذه الخدمة مقطع لتظاهرة مواطنين أمام مبنى محافظة بابل للمطالبة باسترجاع الحقوق المسلوبة في المحافظة وتوفير الخدمات. مواطنون أكدوا أن المحافظة تعاني من انعدام الخدمات وتفشي الفساد الإداري والمالي، مطالبين بالنظر إلى معاناتهم ومحاسبة جميع الفاسدين. دعونا نشاهد. يوم الجمهور البابلي إلى سنة نايم بالشارع يطالب بحقوق المسلوبة، حقوق المنهوبة بسبب السياسات الخاطئة المتعاقبة على محافظة بابل. فاليوم الجمهور البابلي بشيبه وشبابه ومشايخه ونسائه وحرايره وأطفاله طالع يطالب باسترجاع الحقوق المنهوبة المسلوبة من قبل الطبقة الحاكمة. التظاهرات مستمرة وأهل بابل مستمرين. احنا اليوم من أمام ديوان محافظة بابل نتظاهر ضد الخدمات، هاي المحافظة المنكوبة المهملة اللي ما بها أي خدمات، إضافة الوضع اللي يمر به البلد، هذا الوضع الصعب، هذا اللعب في مزاد العملة الصعبة وارتفاع الدولار بالأسواق المحلية. مليار دولار مسروقة حولت إلى بنوك في دول أخرى، لماذا لا يلجأ الكاظمي إلى جلب هذه الأموال لمعالجة الوضع الموجود في العراق؟ لماذا الدولار سعره في دول العالم في البنوك العالمية 120 ألف لمئة دولار وفي الداخل يبيعها على المواطن العراقي ب 145 ألف دينار عراقي؟ لماذا كل هذه السياسة لتجويع المواطن العراقي؟ بس تحملنا كثير، تحملنا من هاي الحكومات، لكن مالت الخبزة ويقطعون الخبزة خطيئة، هذا الشعب وين يروح؟ ذبوا بالهاوية، يعني هاي ما صايرة بالتاريخ. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. الآن مع فقرة صندوق الوارد، لدينا رسالة وردت عبر إحدى منصاتنا الإلكترونية، دعونا نقرأها لحضراتكم. الرسالة تقول: السلام عليكم ورحمة الله، أريد أن يصل صوتنا ومناشدتنا إلى خلية الأزمة والجهات المعنية، خلي يسولنا حل. نحن موظفين بوزارة النفط والوزير سولنا الدوام 80%، يعني خالف قرارات خلية الأزمة، ومع العلم أدنى إصابات ووفيات كثيرة بفيروس كورونا بين الموظفين، وحاليا يعتبر العراق بذروة الإصابات، أرجوكم ساعدونا. طبعا هذه رسالة وردت، بإمكان حضراتكم أيضا أن ترسلوا لنا ما ترغبون بعرضه عبر شاشتنا، نراكم بعد قليل. الآن مع فقرة الهاشتاج. هدد المسؤول الأمني لكتائب حزب الله بقطع أذني مصطفى الكاظمي رئيس الحكومة كالماعز كما قال. هذا الموضوع تفاعل الناشطون في موقع تويتر حول هذا الموضوع على وسم إذانات الكاظمي، بعد تهديد المسؤول الأمني لميليشيا حزب الله في العراق لمصطفى الكاظمي بقطع أذنيه كالماعز أجلكم الله. دعونا نشاهد التغريدات التي وردت حول هذا. قبل التغريدات طبعا، هذه هي الصورة، ارجعونا يا جماعة للصورة لو سمحتم. هذه هي رسالة التهديد من أبو علي العسكري كما تلاحظون، وردت طبعا على تطبيق تيليجرام باسمه تعالى: إن المنطقة اليوم تغلي على صفيح ساخن، وأن احتمال نشوب حرب شاملة قائم، وهو ما يستدعي ضبط النفس لتضييع الفرصة على العدو بأن لا نكون الطرف البادئ لها. يقول: عمليات القصف في الأيام الماضية لا تصب إلا في مصلحة عدونا ترامب الأحمق، وهذا ما يجب أن لا يتكرر. طبعا للعلم مشاهدينا، ميليشيا حزب الله في العراق
كانت من مطلقي ولا تزال طبعا من مطلقي الصواريخ والقذائف على المنطقة الخضراء، وسبق للكاظمي أن ألقى القبض على 11 عنصرا من هذه الميليشيا، لكن طبعا ميليشيات فتم الإفراج عنهم. عموما في النهاية كما تتابعون هنا ندعو الكاظمي أو كاظمي الغدر كما وصفه أن لا يختبر صبر المقاومة، نحطها هاي بين قوسين طبعا، بعد اليوم، فالوقت مناسب جدا لتقطيع أذنيه كما تقطع آذان الماعز، ولن تحميه حينها الإطلاعات الإيرانية ولا CIA الأمريكية ولا المزايدين على مصلحة الوطن. خلونا نشوف التغريدات التي وردت. نشأت قحطان يقول: السلاح المنفلت يطال أذن الكاظمي. في تغريدة أخرى أحمد يقول: لم ننتهي بعد من يختك المسخرة، ها نحن ننشغل بأذنيك، أنت جبان وفاسد يا مصطفى. هكذا يرى أحمد. حيدر يقول: وصفة بلد مثل العراق سكانه 40 مليون يتحكم ب 100,000 ذيل ويحكم شخص جبان مثل الكاظمي، فعلا للأسف. أوس يقول: بهذه العقليات يدار العراق منذ 2003، فهل هذا بلد ونظام حكم فيه؟ يتساءل. والجواب طبعا لجميع العراقيين ونزلوا إلى الشوارع، أجابوا على هذه الأسئلة التي تطرح ولا تزال تطرح حول فعلا فئة قليلة من الضالين المنتفعين يتحكمون برقاب ملايين العراقيين. نراكم بعد قليل. الآن مع فقرة القصص المنوعة. مشهد مأساوي بعد مشادة سببها تعرض سيدة سورية لمضايقات، نشب حريق لمخيم النازحين السوريين في لبنان بشكل كامل. دعونا نشاهد. الله أكبر. ننتقل إلى موضوع آخر أحبه الملوك وأحب القراءة بين الجمهور. دعونا نتعرف على مسيرة الشيخ القارئ مصطفى إسماعيل في ذكرى وفاته، فنتابع. خشيت رحت كتابه سيدنا ما كانش موجود، قعدت اقرا للاولاد العيال وانا قاعد معاهم واقول الحاقه وما الحاقه وما ادراك ما الحاقه كذب ثمود وعاد بالقارعه، زي ما بقولها دلوقتي زي ما بقولها الان. سيدنا كان بره استمع وقال لي: مين يا ولادي اللي بيقرا؟ قال لي: يا ولدي تعالى يا ابني، يا ولد انت كويس قوي وانت حبالك مستقبل كبير. ولما خلصنا صرفنا العصر بصيت لقيته جايب بيت لجدي. قال له: يابا الحاج. قال له: نعم. قال له: ابني ابنك ده هو هيكون مقرئ الملوك. عملوا ليلة بمناسبة مولد الرسول صلى الله عليه وسلم في سيدنا الحسين، والإذاعة كانت موجودة. رحت قرأت الليلة دي وكانت فيها الفتوح الكبير خالص خالص. اللي سمع في الليلة دي مين؟ مراد باشا محسن، كان ناظر خاصة الملكية أول وكان سميها. يا
في مقطعنا الأخير مشاهدينا الكرام، مستشفى سان رافائيل لإعادة التأهيل في روما وضعت ستارة للعناق بعد أن حرم أطفال من دفء أحضان عائلاتهم وأصدقائهم لأشهر بسبب فيروس كورونا. دعونا نتابع. Bambini hanno scritto nelle loro letterine che il loro più grande desiderio era di poter abbracciare o il fratello o la sorella o il papà o comunque o la nonna o comunque le persone che non potevano essere ricoverate insieme a loro. Abbracciare mio figlio dopo due mesi che non riuscivo a abbracciarlo penso che sia un'emozione indescrivibile. Esatto, esatto, un aiuto per loro sicuramente a livello psicologico, è un'iniezione proprio di amore, di fiducia nelle loro possibilità. والآن أخيراً وليس آخراً نتابع صبي أوغندي لا يتعدى عمره 7 سنوات يثير الجدل بفضل ذكائه المبكر وحبه وشغفه للطيران، فلنشاهد. بهذا مشاهدينا الكرام وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.